نكمل بالاسيو بروسس. طبعا نعرف احنا انه البون هو ليفينج تيشيو and it is normal in a state of equilibrium, يعني بتكون وبن الجسم بيمتص بتكون وبيمتص المكونات تبعته. في نقطة مهمة جدا انه الويت بيرنج is the primary stress for bone strengthening, يعني الضغط على العظم هو العامل الأساسي اللي بيقوي العظم. برضو كمان الشد العضلي على العظم هذا بيدينا عامل إضافي على إنه يزود الكثافة العظمية. lack of stress على العظم بيقودنا إلى bone resorption, امتصاص مكونات وأملاح العظم للدم, وهذه بيطلق عليها osteoclastic activity which decreases bone mass and causes osteoporosis. طبعا بدنا نفهم شغلة أساسية إنه عندما بكون الطفل صغير في عنا خلايا بناء وخلايا هدم. الخلايا البناء هي الأوستيوبلاست, خلايا الهدم هي الأوستيوبلاست, ودول عادة بكونوا في حالة يعني توازن نوعا ما, ولكن كل عمر في خلية بتطغى على الثاني. عند الصغار بكون الأوستيوبلاست أكثر نشاطا بعدة أضعاف من الأوستيوكلاست. عند بعد سن البلوغ, سن مثلا 25 أو 20 لسن 40-45, التنتين بيكونوا في مرحلة التوازن, ولكن بعد سن 45 بتبدأ الأوستيوكلاست تصير نشاطها أكثر وهي اللي بتغلب علينا. during bed rest تقريبا العلماء قدروها إنه في فقدان 1% من الفيرتبرال مينرال دنسيتي لكل أسبوع, وهذه كثيرة. يعني بعد تقريبا فترة من الزمن 20 أسبوع زي هيك, إذا ظلوا طريح الفراش ممكن الشخص يفقد 50% من كثافة العظم اللي موجودة في العمود الفقري. في عندي نقطة تانية اللي هي دراسات عملت على الكالكينيس الكعب. أظهرت الدراسات إنه في فقدان من 25-45% من كثافة العظم بعد تقريبا 30-36 أسبوع من البدرس, وهذه تقريبا وجدوا إنه توتال كالسيوم برضو قلت بنسبة 4% في هذه الفترة. In addition to generalized osteoporosis في عندي شيء اسمه local osteoporosis, وهذه مهم للغاية نحكي عنها. المقصود به إنه لو شخص مثلا انكسرت لا سمح الله إيده أو رجله وكان في كسر شديد أو متفتت, فاضطرينا بدنا نحط رجله كلها في جبس. فالعلماء لاحظوا إنه هذه الساق لما تنحط في جبس لفترة طويلة, نفس الساق في بيصير فيها osteoporosis بشكل متزايد جدا مقارنة بباقي الجسم. In person with paralysis osteoporosis often severe, والفراكتشر بيصير بسرعة, فلهذا السبب ضروري لما بنتعامل مع مريض عنده شلل, عنده spinal cord injury بعد فترة طويلة, حتى ممكن العظم مجرد الحمل يكسر بين ايدينا. مرض الاستيوبروسيس هو مرض صامت ملوش أعراض, فحتى كمان مش ممكن نكتشفه بالصور الأشعة العادية. ليش؟ لأنه بيكون الفقدان يعني غير واضح في هذه الصور, فبدنا نضطر نطلب صور زي السي تي سكان أو البون دنسومتري أو الدكسا للعظم عشان نتأكد هذا الشيء, أو الامراي كمان. شغلة تانية, في حالة وصول المرضى لإلنا في الأغلب بكون المريض بشكي من ألم منذ فترة طويلة, والمريض بيعتقد أنه المشكلة عظم فقط, ولما يجي لما نصوره بنلاقي فيه كسور. طب إيش المانجمنت؟ أفضل حاجة هو non-pharmacological management عن طريق الweight bearing as early as possible, واستخدام active muscle contracture as often as possible. Exercise in bed, even if intense, might not be effective in preventing or treating the disease. وهذه النقطة مهمة نعرفها, إنه حتى لو بدنا ندرب المريض نعمل له تمرين على العضلات وهو في السرير, هذا على الفاضي, لأنه إحنا بنحطش weight bearing على العضلات. In women postmenopausal estrogen supplementation can be an option, ولكن هنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار اللي هو المضاعفات اللي ممكن تصير عندهم من cancer development الى اخره. الهيتروتروفيك كالسيفيكيشن زي ما شايفين في الصوره, هنا هاي في الهب, هنا هاي متكون, وهي في عندي هنا فوق الكوع. فالهيتروتروفيك كالسيفيكيشن as the name implies it's a condition of bone growth
in abnormal location, يعني هو نمو العظم في مكان الغلط او في مكان abnormal. يعني هنا في soft tissue، في عندي عضلات، طلع مخل العضلات عظم. عادة هذه بتصير بسبب severe trauma، بسبب severe spinal cord injury، severe head injury، severe musculoskeletal trauma، ولكن مش بسبب الimmobility لوحدها. الهيتروتروفيك كلاسيفيكيشن هل لها علاج او بريفنشن تكنيك؟ لا، ما فيش. الشيء الاساسي لها انه احنا يعني نحاول نمنع حدوث التروما ونعالج تجمع الدموي في اسرع وقت ممكن، لانه في اللحظه اللي راح يجف فيها الدم في هذه المنطقه راح يتشكل عظم جديد. كيف ممكن نساعد فيها؟ عن طريق الهوت باكس، كولد باكس، جنتل اكسرسايز. الانسيدز لقوها انه بتدي صم بنفيشال افكت، بالذات دواء الاندوميثاسين اذا كان انعطى لمده 3 اسابيع بعد سباينال كورد انجري، وجدوه انه بقلل فرصه الهيتروتروفيك كلاسيفيكيشن بضعفين او 3 اضعاف. دواء ثاني الريفيكوكسيب برضه هذا وجدوه انه بقلل تكوين الهيتروتروفيك كلاسيفيكيشن بنسبه 2.5. طب فشلنا في هذه الاشياء، بدنا نضطر نحول المريض على الجراحه عشان يفك المفصل ويشيل العظم من حواليه. الآن في عندي مصطلح تاني اللي هو الديكوباتيس ألسر، وهذا الشيء من أخطر المضاعفات اللي ممكن تصير عند هدول المرضى لعدة أسباب، منها أسباب الشكل والمنظر والريحة الكريهة اللي بتصير، وهذه الأشياء تقتل معظم المرضى اللي عندهم المضاعفات هدول. It develops due to many factors. على المستوى الخلايا الفاكتور الأساسي هو الإسكيميا، نقص التروية الدموية على مستوى الخلايا، فالنسيج بيصير فيه عليه ضغط كتير والدم ما بيصلش، فبعد فترة بيصير هذا النسيج يموت. الآن في عندي الضغط هذا منشأ في الأساس من البروزات العظمية اللي موجودة في الجسم، واللي بيصير تضغط على مناطق العضلات، والعضلات محشورة ما بين العظم في الداخل وما بين السطح الصلب في الخارج. بعد فترة طويلة لما هذا الضغط بيستمر بيصير عندي بداية الإسكيميا، وإذا استمرت الإسكيميا والشخص ما خففش الضغط هذا ممكن تتحول إلى نيكروسيس. مدام صارت نيكروسيس معناته النسيج مات، مدام النسيج مات فيش إمكانية إنه أحييه بعد كده إلا غير أن أستأصل النسيج الميت عشان يطلع بدله نسيج حي. الآن في نقطة تانية لازم يعرفها، وهذه كتير بيغفلوا عنها للأسف، انه احنا بنطلع من سطح الجلد بنلاقي فيه احمرار بنقول لا هذه بسيطه، او في شيء هيك قشره بنقول هذه بسيطه. لا، الحقيقه انه هذه هي فوهة البركان، ولكن تحت اقرب مناطق للعظم هي المناطق اللي بتكون ميته ومتحلله. كمان في عندي هذه الصوره جميله جدا بتوضح لي المناطق اللي بتصير فيها البيد سورز حسب وضعيه المريض. مثلا هذا في سوباين بوزيشن، هاي هذه السايد بوزيشن، وهذا برون بوزيشن، وين بتصير التقرحات سواء في النيز في الثايز الى اخره. وهذا المريض اللي بنشوف احنا كثير من مرضانا محطوطين فيه في السرير، زي مرضى الستروك ومرضى السباينال كورد انجري. بريشر اولسر از ذا برايمري كومبليكيشن اوف بيبل وذ سي في اي سباينال كورد انجري هيد انجري الى اخره. ات از اسوشيتد وذ ماسيف برولونج length of stay in hospitals and much higher mortality and morbidity. الآن إذا كان في عنا شخص نشيط active individual with unimpaired sensation، طبيعي إنه بيصير عندك ضغط، أنت automatic في عندك sensory system بقول لك والله في عندك ضغط هنا، والpacinian corpuscles والخلايا تبعت pressure هذه بتدي إشارات إنه في ضغط زيادة فتقلب، فأنت بتتقلب automatic، فما فيش فيها عندك مشكلة طول وانت واعي، حتى وانت نايم كمان بتتقلب لوحدك. واشهر مثال على هذا الميكانيزم هو اهل الكهف، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تخيل 309 سنين ما صارش عندهم تقرحات، والدليل انه صحيوا من هنا، صحيوا جعانين وراحوا يشتروا اكل. The patient who is paralyzed or debilitated may be unable to move himself, or البيشنت اللي في عنده خلل في الاحساس هذا مش راح يقدر يحس، مش راح يقدر يغير حاله الوضعية تبعته. Prolonged pressure causes disturbance in the nerve impulses to and from that area and also decrease blood supply to that area which diminish blood supply and cause ischemia.
الآن في عندي الميكانيزم تبعتها. هاي هذا المريض جالس لفترة طويلة، تخيل كم حجم الفريكشن، الاحتكاك اللي جاي ما بين السرير وما بين الجلد تبع المريض، وحجم الاحتكاك اللي موجود بين ظهر المريض وبين السرير، وما بين الركب وما بين السرير. الآن في عندي ثلاث قوى أساسية هي اللي بتشتغل على البريشر ألسر. القوة الأولية هي البريشر فورسز، قوة الضغط. القوة الثانية هي الشيرينج فورسز، قوة الشد، اللي هو لما الشخص هذا تخيل إنه أولاده بده يسحبوه لتحت، يسحبوه لتحت، فبده يسحبوه لتحت. الجسم مكون من طبقات زي ما شايفين هنا، الطبقة الديرمس والإبيديرمس والهايبوديرمس، هذه الطبقات صحية ملتصقة مع بعض، ولكن لما بصير في شد فيها بعض الأحيان هذه الطبقات ممكن تنفصل عن بعض. وأنا بشبهها بتشبيه بسيط، زي بتشوفوا أنتوا الطبقات الحلويات اللي بتعملوها للتريبولي، بتكون في طبقات. تخيل أن أنت حطيت إيدك تحت طبقة وحطيت إيدك تاني فوق ورحت باتجاهين متعاكسين، فهيك أنت راح تفصلهم عن بعض. وهذا اللي بصير، أنه بتتقطع كثير من الأوعية مع عملية الشيرين، وبصير نقص في التروية، وهذا بيؤدي إلى حدوث إسكيميا ونكروسيس بعد كده. الفريكشن بسبب الكحت، الكحت ممكن يعمل لي تقرحات في الجلد أو تمزقات في الجلد، وهذه التمزقات ممكن يصير فيها التهابات ويصير فيها تقرحات. طب إيش العوامل اللي بتؤدي لحدوث البريشر ألسر؟ في عوامل داخلية وفي عوامل خارجية. داخلية abnormal sensation حكينا عنه، abnormal mental state، شخص تحت أدوية مخدرة أو لا سمح الله عنده الوعي مش كامل، شخص عنده متقدم في السن بيقدرش يتحرك، شخص في عنده previous skin ulcer، فهذا الشخص عرضة لبريشر ألسر أكثر من غيره. شخص في عنده muscle atrophy أو skin atrophy، فهنا أسهل أن يتكون التقرحات. شخص في عنده ندبات في الجلد، شخص في عنده إديما، استسقاء أو تجمع سوائل تحت الجلد، شخص malnourished، مش راح يقدر يبني أنسجة جديدة، شخص أنيميك، مش راح يقدر يقاوم والدم ضعيف عنده، فأوتوماتيك إسكيميا بده يصير عنده. شخص بتعاطى سيداتيف ميديكيشنز، أو شخص أوبيس الضغط أكتر وأكتر، شخص مزروع السكين جرافت، الجلد رقيق جدا ومن السهل إنه يخرب ويتمزق، شخص في عنده إنفكشن في الجلد سهل إنه هذا يتقرح أكتر من غيره. extrinsic factors اللي حكينا عنهم، pressure effect، duration of pressure effect، shear forces، وskin maceration اللي بتعمل الاحتكاك والتمزق في الجلد. طب كيف بدنا نعالجهم؟ بدنا نعالجهم عن طريق انه احنا نمنع حدوثها من الاول، لانه اذا تكونت علاجها صعب، وهذه اصعب شيء. طب صارت وخلص يعني مضطرين لها، بدنا نعالج السبتسيميا، هاي شغلة. ولكن قبل ما بدنا نعالج السبتسيميا لوحدها بدنا نكون نظفنا الجرح، يعني بدنا ندي مضاد حيوي وفي نفس الوقت بدنا ننظف الجرح من النيكروتيك تيشيو والأنسجة الميتة، هاي شغلة. الشغلة الثانية انه في بعض الأساليب اللي استخدمها بعض الناس منذ عدة سنوات، وهذه أثبتت انه هي مدمرة. أول حاجة استخدام الرابر رينجز أو الدونتس، يعني بيجيب زي عجل البسكليت الصغير وبنفخه ويجوا بحطه فوق حوالين منطقة الساكروم عشان فيها تقرحات، فهو هيك فعلا خفف الضغط على منطقة الساكروم، بس حط الضغط على منطقة أوسع في منطقة الجلوتس التنتين، هيك عمل ضغط أكتر ووسع مجال القرحة. The other is the use of alcohol for skin massage، لما بدو يدلكوا شخص عزيز عليهم بيفركوا جلده بالكحول. الكحول نعم معقم، ولكن الكحول بيشيل الناتشرال اويل عن الجلد اللي هو يعمل لي حماية من التشقق والتقرحات، وبرضه بتبخر بسرعة، فبترك الجلد بدون لا ناتشرال اويل ولا حماية، سهل انه يتشقق. كيف بدنا نمنع؟ انه proper turning and positioning، يعني الوسيلة الاساس في العلاج هو المنع، لانه مدام صار صعب علاجه. قلنا اول حاجة واهم حاجة هو turning and positioning، وعشان هيك ربنا عز وجل حطها في القرآن، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذه نقطة مهمة ياريت نطبقها مع كل المرضى. برضو استخدام البريشر ريليفينج بيدز، سواء التيرنينج بيدز او الاير فيل بيدز او الووتر فيل بيدز، هذا مهم جدا.
but they do not obviate the need for constant care, patient education regarding pressure relief. يعني ما نجيش احنا نقول والله للمريض خلص طالما المريض انه هيو شرينا له سرير وبتقلب خلص انسى الموضوع. لا لا ده لا يغني عن التقليب ولا يغني عن تعليم المريض. واذكر انه في مرضى يجوا عندنا على المستشفى من عائلة من عوائل غزة المعروفة واهله اغنياء هذا المريض، فلما جابوا والدهم يعني كان عنده جلطة فقيموا تقييم اولي، فاللهم لقينا فيه في عند الساكروم يعني منطقة سوداء هيك بحجم تقريبا النص شيكل، فبنقول لهم هذا في عنده تقرحات وفي مدة جوا. فالاهل طبعا من النوع يعني اللي هو فافي، فقالوا لا مستحيل بابا ما عنده اي شيء، لانه بابا حطوه في غرفة العناية وطلبوا انه نجيب له فرشة هواء، فبابا جبنا له فرشة هواء وحطوه في العناية وقالوا لنا خلص طالما حطيته فرشة هواء ما في داعي انه لا تقلبوه ولا تعملوا له شيء. قلنا لهم بس لانه هذا المريض طالما عنده هذا الانطباع بكرة لما يلاقي ظهر ابوه مفتوح هو راح يقول لا انتوا اللي خربتوا ظهره وما كانش زي هيك، بابا ما كانش هيك عنده. فقلنا له طب لحظة نشوف ايش في عند بابا. فمسكت انا المشرط وفتحت هذه المنطقة اللي هي السوداء، صار اللهم عافينا وعافيكم يصب القيح كمصورة تقريبا 2 لتر من القيح قدامهم. فهم استغربوا قالوا لا 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 مش معقول هدول الدكاترة كاينين مهملين في بابا. فقلنا له الآن احنا بدنا نشوف. طلعنا تقريبا يعني بحجم يعني أكثر من كيلو من الأنسجة الميتة غير عن المادات الخراج إلى آخره، ولحد ما وصلنا الجرح بعد 2 3 أيام واستطعنا انه ننظف هذه الاشياء. فهذه بس انا عشان اذكركم انه ما تستخدموش الاشياء هذه وتركن عليها فرشة هواء فرشة مية الى اخره. proper skin care وهذه مهم جدا، انه كل يوم المفروض المريض يدخل على الحمام عفوا يستخدم الكابانيه يفرغ يتنظف يتجفف. برضه ممكن هدول المرضى اذا كان بده يضلوا في الفراش يمسح الجلد، في الان يسموها دراي شاور يعني بياخد حمام على الجاف هيك زي قطنة بمسح فيها الجسم وبعدين تنشف بقطنة تانية. if pressure sore still develop then بدنا نعالجها بالانزيمات بالميكانيكال سيرجيكال ديبريدمنت and in case of severe cases surgical flapping الى اخره. طبعا بالنسبة للإنزيماتيك تريتمنت هذه طريقة جميلة صراحة، استخدمناها في مستشفى تل شومير قبل تقريبا سنة 99. كنا نسحب من المرضى عينة من الدم مثلا 20-30 سنتي ونفصل الماكروفاجس WBCs من جسمهم وبعدين ننميها في المختبر وبعدين نجيبها ونحقنها فوق الجرح، فهذه كانت تلتهم الأنسجة الميتة وبعد 7 أيام نكشف عليه نلاقي الجرح تقريبا كأنه يعني جديد كأنه الجرح لسه تو انتقاصه، وهذا شيء جميل صراحة. ميكانيكال في عندنا جهاز تاني برضو هذا اسمه هيموفاك أو فاكيوم زي فكرة المكنسة الكهربائية باللزقه فوق الجرح بصير هو يشفط الإفرازات، ولكن بشرط أنه لازم الجرح يكون اتنظف من التبريدمنت قبل ما نستخدمه. الآن نيجي للرسبيراتوري سيستم كومبليكيشنز. كل الناس من حقهم انه يتنفسوا ومن حقهم انه يستخدموا البولموناري انرجي عشان يقوم بتأدية النشاطات اليومية تبعته. الرئتين طبعا بنبسطوا في عملية الانسبيريشن وبرجعوا ريلاكس دورينج اكسبيريشن. These movements are rhythmic and the individual is not aware of this breathing. ولكن العلماء they found that for gas exchange to occur there must be a large thin moist permeable membrane. The pressure of oxygen in the alveoli must be higher than the pressure in oxygen in capillaries. فهذا بنتقل اوتوماتيك من الاعلى للاوطى، وبالعكس ضغط الكربون دايوكسيد في الكابيلاريز بيكون اعلى من الالفولاي فبنتقل من الكابيلاريز للالفولاي وبعدين بيطلع لبرا.
changes in this normal physiological balance of the respiratory system during short periods of immobility at first can be compensated by body being striving to adapt with homeostasis. ولكن إذا استمر هذا الشيء راح يصير في عندي مشكلة. الآن three main physiological complications with immobility على الجهاز التنفسي. أول حاجة decrease في respiratory movement, decrease في movement of secretions, disturbance في oxygen carbon dioxide balance. The chest movement becomes limited by counter resistance من chest expansion from bed, from wheelchair, especially إذا المريض قاعد على السرير لفترة طويلة أو قاعد في الكرسي لفترة طويلة. Or in prone position which compress against the thorax. يعني الصدر ما بيفتحش للمدى الكامل الأقصى اللي لازم يصل. Anything that increases the intra-abdominal pressure will also prevent the normal descent of the diaphragm. ما بنعرف إحنا لما بصير inspiration الديافرام بده ينزل لتحت عشان الرئتين يتوسعوا لأقصى حد. طب إذا كان البطن مضغوط معناته الانترا ابدومينال بريشر أعلى من الانترا ثوراسيك فمش راح ينزل الديافرام لتحت. Anything that increase the intra abdominal pressure will prevent normal descent of diaphragm and limit inspiration زي الابدومينال بايندرز والكورسيت إلى آخره. During prolonged immobility the basal metabolic rates decrease and the cells require less oxygen for use in the synthesis of proteins as a consequence. Less carbon dioxide is a byproduct وless oxygen is needed يعني لأنه الشخص نايم مش محتاج طاقة فبيستهلكش أكسجين كتير وبيطلعش كربون دايكسيد كتير. اوكي هذه بتضلها تستمر. Respiration become less slower and less deep in order to compensate for the less demand and the constant concentration of these elements in the blood and extracellular fluid. يعني الوضع تحت السيطرة ولكن the administration of narcotics, sedatives and other pharmacological agents acting on CNS may limit the rate and depth of respiratory movement by depressing the respiratory center. طب ايش اللي بيصير؟ A decrease in respiratory movement due to this depression and a decrease in the movement of secretions therefore result in inefficient ventilation and then limit oxygen perfusion and carbon dioxide elimination. The exchange may be further diminished by functional deficiency of the capillary side. المريض في عنده مشكلة due to cardiovascular change during immobility. حكينا عن هذا الشيء لما حكينا على cardiovascular complications. This disturbance will alter the normal oxygen carbon dioxide balance in a cumulative manner with continuing build-up of carbon dioxide in the blood because it cannot be adequately expired. يعني لما صار يتجمع الكربون دايكسيد في الجسم صار يعلى مستوى اعلى واعلى واعلى صار يضغط على الدماغ على الريسبيراتوري سنتر وصار يضغط على الدماغ على السنسوري فصار الشخص زي ما تقول دراوزي. اوكي it cannot be adequately expired creating tissue hypoxia because adequate oxygen cannot be inspired to. At first the increased concentration of carbon dioxide in the arterial and venous blood acts as respiratory stimulus. Automatic في عندي receptors اسمها baroreceptors موجودة في الكاروتيد. لما تحس نقص في الكربون دايكسايد أو زيادة في الكربون دايكسايد أو نقص في الأكسجين automatic تشتغل بتحفز جهاز التنفس إنه يتنفس أسرع. But continued strength stimulation of the respiratory center in the medulla and pons will eventually depress them and carbon dioxide narcosis will occur. A lowered oxygen concentration in the blood may provide respiratory stimulation by the aortic and carotid bodies. But again, continued stimulation will lead to depression. بتعب respiratory center لما ضلنا حفز فيه. يعني تخيل كل ما انا بدي لك فلوس بتقول لي والله الحقني بدي فلوس، الحقني بدي فلوس، الحقني بدي فلوس، بعد كده انا بزهق بقول لك روح دبر حالك. فنفس الشيء والله نقص الاكسجين نقص الاكسجين اشتغل الريسبيراتوري سنتر بعد كده هذا بتعب بصير عنده فتيق فبطل يرد على الاكسجين. Increasing arterial and venous concentration of carbon dioxide as carbonic acid and hydrogen ions will create respiratory acidosis. Without intervention respiratory acidosis or narcosis will lead to respiratory failure
or cardiac failure and death. Thus, a fourth possible physiological effect of mobility on the respiratory system is death. يعني التأثير الرابع على الجهاز التنفسي من الجلوس في السرير هو الوفاة. Coughing secretion up and out facilitate adequate oxygen carbon dioxide exchange. If the patient is unable to cough effectively, it may be necessary to use chest tapping to help him lose secretion. يعني بدنا احنا نخبط على الصدر عشان نطلع السكريشنز هذه. To remove them from the tracheobronchial tree عبر شيء بنسميه postural drainage. يعني بدنا نميل المريض في وضعية معينة ونخلي السوائل تطلع من الرئتين. Otherwise, patient may have hypostatic pneumonia, which involve retention of inflammatory exudates within the alveoli. Patient must be taught how to breathe deeply using the abdominal muscles, diaphragm, and intercostal muscle in facilitating deep inhalation and prolonged expiration, and to encourage him to do breathing exercise regularly. This will help preserve the patient's ability to breathe and use his normal muscle, which is important to maintain the health of the cardiopulmonary system and prevent any complication. نيجي للurinary complications. زي ما في ركود في الدم، زي ما في ركود في الرئتين، في ركود في البول في المثانة. Urinary stasis breeds both urinary tract infections and urinary retention can be exacerbated by immobility, often related to the use of urethral catheter. عشان هيك بنقول الكاتيتر وين ما انحطت تعمل لي مشاكل وبتعمل لي التهابات. The UTI is the most common bacterial infection in hospitalized elderly. الدراسات أظهرت إنه evidence does not support leaving catheter for more than 24 hours. Renal calculi are formed from crystalline substance such as calcium, phosphate, oxalate, uric acid in the urine. وحكينا عنهم هدول لما بصير في إنه bone resorption هذه الأشياء بتزيد وبتتراكم في البول وبعد كده بتشكل لي حصوات. Getting patient upright and out of bed to bedside commode will often allow them to successfully empty their bladder. وهذه النقطة مهمة إنه حتى لو المريض تعبان ولكن بيقدر يقف ويساعدنا يروح على الحمام يفضي في الحمام، هذا الشيء راح يفيده في تحريك جسمه، تحريك عضلاته، في تحريك المفاصل، برضو وضع ضغط على العظم عشان يحسن كثافة العظم، وبرضو راح يفضي البول اللي هو كان في الأصل لو ضله راح يعمل له التهابات. CIC هو اختصار لكلمة Clean Intermittent Catheterization، يعني القسطرة المتقطعة، ما بنحطهاش جوا بنسيبها، لا بنحطها وبنشيلها وبنرميها. It can be done as much as needed، يعني ممكن المرضى نحسب له قديش بيطلع بول في اليوم، لتر ونص، نقول مثلا بدنا نخليه يعمل قسطرة خمس مرات في اليوم، كل مرة بيطلع 300 زي هيك. If urine retention persists, then an indwelling catheter should be reinserted for 24 to 48 hours and then withdrawn again and the suprapubic catheter is inserted instead. طبعا كل ما بنعمل خطوة لازم نقيم المريض بعدها. Other complications في عنا زي reduction في البون density و consequent fracture، وهدول بالذات عند المرضى اللي عندهم spinal cord injury. Numerous studies pointed out the benefit of frequent passive standing and weight bearing and exercise on bone density. Animal studies برضو clarify that standing is to be dynamic in order to be fully prevented, مش static. يعني لازم المريض يحط حمل. This magnifies the importance of early standing and mobilization on tilting tables, standing frames, which guarantees dynamic and less efficient static loading on the bones. برضو الاسبستيسيتي احد المضاعفات، الفتيج، البين، decrease strength and decrease feeling of well-being. يعني الشعور انه انا كويس هذا بقل. ولكن the good news is that all of these complications can be minimized even prevented by regular exercise and mobilization. وهيك احنا بنكون خلصنا المحاضرة التامنة في مادة طب التأهيل. ضل عندنا محاضرة واحدة صغيرة إن شاء الله نكمل في بالغدا معكم.
ان شاء الله. وطبعا انا ذكرت لحبيبنا الدكتور انور انه في عنا احنا راح يكون في عنا كويزين في هذه الماده في خلال الاسبوع هذا والاسبوع الجاي على ما اعتقد. الاسبوع الاول راح يكون في اول 5 محاضرات، والثاني في ثاني 4 محاضرات، بعد النهائي فيهم كلهم. النهائي راح يضم لي 80 سؤال، طبعا امتحان بسيط جدا. طبعا العلامات توزع كالتالي: 20% على كل كويز 20-20، و20% بدنا من كل مجموعة يعملون بحث مصغر. هذا البحث المصغر يجمعوا فيه دراسات عن أني انترفنشن زي ما سووا الطلاب اللي في الدفعات السابقة. بس رجاء 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 انه كلكم بتتحلوا بالمصداقية والأمانة، فبديش حد ياخد من زميله السابق ويحطها، لانه هيك راح يأذي حاله ويأذيني، لانه عندي كل البحوثات القديمة موجودين بأسمائهم وقوائمهم. فياريت انه كل شخص يسعى حتى لو تشابه الاسم، ولكن الدراسات يجب ان تكون مختلفة، يجب ان تكون طريقة كتابتها مختلفة، الكريتيكال ابريزل تبعها مختلف. اللي مطلوب منكم تجيبوا 3 دراسات عن اي انترفينشن، مثلا هيدروثيرابي، تشوفوا الدراسات الراندومايز ترايل اللي حكت عن هيدروثيرابي، تعملوا تقييم لهذه الدراسات من ناحية حجم المرضى، حجم العينات، الافكت الدراسات، ايش النتيجة، ايش البي فاليو، ايش اللي طلع فيه، ايش الكونكلوجن من كل دراسة، ايش رأيك انت في كل دراسة. وبعد كده تدينا هيك نصيحة في نص صفحة، ايش اللي انت تنصحه، هل يستخدم هذا الانترفينشن ولا لا. طب الان هاي بيستخدموه في العالم، في كل العالم، طب ممكن انت تكون تغير هذا المجرى في العالم. هاي شيء. الشيء الثاني انه بعد كده تحط الريفرنسز، وللأمانة عشان برضو ما تغلطوش نفس الغلطة للبعض الاخرين، كل البحوثات هذه بندخلها على برنامج تيرنت ان، فالعلامة من 20 راح تكون. اذا كان والله في اقتباس اكتر من 20% من مكان تاني بشكل كامل، راح هذا البحث ياخد يعني 10-12 زي هي. كل ما بيكون جودة البحث احسن، كل ما كان العلامة راح تكون اعلى وافضل. نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.